أن أرحب بكم إخواني أخواتي نواب الشعب فرسان حزب جبهة التحرير الوطني الذين زكاهم الشعب عبر الانتخابات الشرعية ل 12 جوان 2021 فاختارهم عن ثقة وبكل مسؤولية لتمثيله في المجلس الشعبي الوطني في عهدة تشريعية تضع حجر أساس جديد في بناء جزائر متطورة ديمقراطية وعادلة كما يريدها الشعب صاحب السيادة. أيها الأخوات أيها الإخوة، يطيب لي أن أجدد التهنئة لكم ومن خلالكم لكل أبناء الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى 59 لعيد الاستقلال والشباب.